وقعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض محضر اتفاق واتفاقية قطاعية جديدة محدودة بسنة واحدة، والذي بمقتضى سيتم الترفيع في تسعيرة الكشف الأول على المرض بزيادة 60%. هذه الزيادة سيكون لها تأثير على ميزانية المواطن التونسي، خاصة وأن أغلبية الشعب يلتجئ إلى الطب الخاص في ظل تردي خدمات المستشفيات العمومية. شو قلت؟ والله واحد يسمع الأخبار هذه، والله شيء يؤلم، انا شيء يؤسفني. بالله تو المواطن تو باش يزيدوا، نحن كنا راهو مواطنين هكا شايفين حالتنا، تو كيف يزيدوا في الاسعار انت في الطب في الاسعار كونسلتاسيون، بالله شنو اللي خليته؟ معناتها المواطن تحبوا تقتلوه، المواطن تحبوا تقتلوه بكل صدق، عرق بعد عرق. يا اخي تو زيدوا شنو؟ زيدوا العباد كلها ما عادش تمشي للسبيطارات، خايفين حتى من الكوفيد، خايفين عباد. انا واحد من الناس ما نمشيش انا للسبيطار، نخاف نمشي للطب، فهمتني ولا؟ زيد زيادة دي والله العظيم لا هي معقولة، ماهيش معقولة جدا. والله نطلب انا من السلطات بالله المعنيين بالامر بالله يشوفونا حل. الطب بصفة عامة كما نقولوا احنا الزيادات هذه نسمعوا فيها كل شهر شهرين، كل معناتها اختصاص في اي مجال، ديما ثم الزيادات، ما ثماش مراقبة، ما ثماش الناس تحاسب، ما ثماش كل واحد يضرب على حسابه، ما تقولوا احنا في الموضوع هذا، وما ثماش يقول احنا التشريعات، ما ثماش تطبيق للقوانين، كل حق راس كل يوم تسمع زيادات وتشريعات، والناس كلها تتفرج ما ثم حتى شيء. بالنسبه للمواطن عادي حتى مش يعدي ولا حاجه، يمرض الانسان ويموت في الدار خاطر ما ينجمش يخلص الفازيته، علاش؟ خاطر هذه من الغلاء، السبيطارات تشوف فيها السبيطارات معبيه، هي كورونا قتلت الناس كلها، معناتها ما عادش العباد تمشي، انسان يعني اللي يموت في داره ما يمشيش طبيب على خاطر ما ينجمش يخلص الفزيته. القطاع الخاص في تونس معناها هو اللي قاعد يخدم تو، تحب ولا تكره، بالطبيعه مادام قاعد يخدم سيكو باش يحاول باش يخدم اكثر، باش يحاول باش. المشكله مش في القطاع الخاص، المشكله في القطاع العام، خاطر كان جا او ميم تو القطاع العام قايم بدوره، القطاع الخاص ما يلقاش لاكسي باش يعمل ذي الكل. ما يساعدش، علاش ما يساعدش؟ خاطر احنا كنا نتاع 20 30 والله تو 70 و 80 سامحني، وتقول لي شي يحبوا يطالبين على الزياده؟ لا ما يساعدش. الشيء اللي عملوا فيه في الزياده نتاع الفيزيت نتاع الطبيب ياسر ياسر، نورمالمون معناها 35 دينار يلزم على الاقل واحد باش يداوي يعالج، علاه؟ ناقصين الفلوس، احنا في ازمه وحاجه ماليه، وثاني حاجه المواطن ما عادش خارط بكل ضروره برك، خاطر السبيطارات مكتظه وتم موعد نتاعها بعيد، هذاك علاش يمشوا الخاص بصفه علينا، راه السرخ ندوي بدو العربي ما يمشي جمله الطبيب.